الأمم المتحدة أخذت قرار بإنشاء مؤسسة، الهيئة العامة للأمم المتحدة أخذت قرار لإنشاء مؤسسة لتابع موضوع المفقودين في سوريا، ونحن اليوم طلبنا واضح هو أنه نضم المفقودين اللبنانيين يلي هن موجودين بالسجون السورية أو توفوا بسوريا، ضم وضعهم ومعرفة مصيرهم إلى هيدي المؤسسة. بفتكر أنه كل العالم صار عارف اليوم أنه القرار الدولة اللبنانية الرسمية أو الشرعية منه بإيدها، وبإيد هو حزب الله أو النظام السوري بطريقة غير مباشرة. فاليوم من الطبيعي أنه نسمع هيك كلام من قبل وزير الخارجية، أو أنه الوزير الخارجية أو الوفد اللبناني بالأمم المتحدة يتنصل وما يصوت لهيك مؤسسة أو لإنشاء هيك مؤسسة. وإضافة إلى ذلك أكيد مش هو رح يطلب ضم هيدا الملف إلى ملف المؤسسة. فمشان هيك نحن اليوم أخذنا مبادرة كنواب، كجمعيات مستقلة، كهيئات سياسية عم تشتغل بالعالم كله. إذا بتقرأ الأسماء بتشوف الشيء، في جمعيات بأمريكا، في جمعيات بلبنان، في جمعيات إنسانية وتتعاطى حقوق الإنسان وحقوق الإنسانة، لأنه في شغلتين مختلفين عن بعضها. وكلهم هول عم بيطلبوا أنه اليوم بيضم هيدا الملف أو ملف المفقودين اللبنانيين إلى المؤسسة يلي أنشئت للنظر ولأعطاء مصير المفقودين في السجون السورية أو بسوريا.